متقدما في الشوط الاول بثنائيه نظيفه. قال 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 اول اهداف النجم الكاميروني المهاجم القناص سامويل إيتوفيس. هدف اول ياتي في الدقيقه 35 من ركنيه على كره ثابته واستقبال جيد بالراس من النجم الكاميروني سامويل إيتو. هذا هو الهدف لسامويل إيتو مع الملك القطراوي. الاستقبال كان جيد ممتاز، يعني الخروج لتلقي هذه الكرة. الوقت سجل كبير بالنسبة له كمدرب، هل يخدم نادي قطر؟ الوقت أيشيخ مثل هذا؟ أيشيخ مثل هذا؟ إنه إيتو الكبير الذي كلما كبر في العمر كلما ازداد عطاء. واحدة من ذكرياته، واحدة من كراته، واحدة من لقطاته. النادي هنا خطأ الآن، هوبا 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 هوبا، هو سامويل إيتو. سامويل إيتو يضع الملك القطراوي. يا الله، غلطة الشاطر بألف، غلطة الشاطر بألف. وأمام من؟ أمام المخضرم الكاميروني، أمام العجوز الكاميروني سامويل إيتو. يا الله، داخل المنطقة عبر الجهة اليسرى، عكسية إيتو. المشجعين الوفيين ابراهيم الرئيسي وعبد العزيز الشيب في مدرجات نادي قطر، افرحوا الكاميرونيين، افرحوا القطراويه، الكل فرحان بهذه العوده لاحداث هذه المباراه في عراق. كان موجود في منطقه الجزاء، تشوف لمسه الكاميروني، هو 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 بدا الكره بشكل جميل. شوف شوف وين بيتحرك ايتو، خلك من الكل، شوف ايتو وين راح يروح، علي عوض يلعبها بالكعب. يا سلام، لعبه كبار يا كبير يا كبير. إيتو يتقدم كرة 2-1 على اللي ما يختلف عليه اثنين، كرة 2-1 للملك، من الملك الذي لا يختلف عليه اثنان. نعم، يسجل إيتو ويقلص الفارق. الجزاء لكن مرت لا زالت خطيرة. سامويل إيتو داخل المنطقة، جول جول جول. الملك الكاميروني يعيد الملك القطراوي مرة أخرى إلى المقدمة ويسجل الهدف الثاني الآن ليتقدم قطر بأقدام سامويل. هذه الكرة في المحاولة عرضية داخل المنطقة وصلت إلى إيتو، استلام إيتو بالقطر.